ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقلنا إن قصة آدم تكرر نزولها في القرآن تكرارا يؤكد لقطات متعددة تجتمع القصة كلها منها فليس فيها تكرار. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بالخلق قبل أن يباشره وبعد ذلك باشره وطلب السجود من الملائكة لآدم. وقلنا علّ ذلك، وقلنا إن إبليس استثني من السجود امتناعا وإباء واستكبارا وعوقب على هذا. يبقى إذن فهمنا أن الذي يعاقب على مخالفة أمر لا بد أن يتحقق أولا أنه مكلف به، والله كلف الملائكة. إذن مدام عوقب إبليس على أنه لم يسجد والأمر كان للملائكة، يبقى إبليس من مين؟ إنما دي بالالتزام. إنما إذا جئنا لآية أخرى تعارض ذلك بنص صريح، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يبقى المسألة انتهيت ولا يبقى النص حكم بأنه ليس من الملائكة بل هو من مين؟ والجن جنس مختار كالإنس، يمكن أن يطيع وممكن أن هو يعصي. طب وإيه بقى اللي خلى الجن الله كونه أخذ على أنه لم يسجد يدل على أنه كان في حضرة الملائكة، ومدام كان في حضرة الملائكة نقول ليه اشمعنى ده كان في حضرة الملائكة مع أنه من جنس آخر؟ قال لك لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذن فالطاعة فيهم جبلية، ولكن الجنس والإنس مختارين، الإنس والجن مختارين يسمعون التكليف والله أعطاهم الاختيار الذي خلقه فيهم، فإن شاءوا أطاعوا وإن شاءوا عصوا. فإذا كان إبليس قد ارتفع إلى منزلة أن يكون مع الملائكة، يبقى ما الذي تستنتجه أنت من هذا؟ يبقى لابد أنه التزم وهو مختار ما التزم به الملائكة وهم غير مختارين، يبقى صح أن يكون إيه في صفوفهم. بل قالوا إنهم كانوا يسموه طاووس الملائكة، والطاووس ده الحيوان اللي يقعد إلى يختال بشكله وبين الإيه الحيوان. طب بيختل ليه؟ يقول أنا قدرت على نفسي مع أني مختار في الاختيار بين البدائل، وحملت نفسي على منهج ربي كما حملتم أنتم أنفسكم على منهج ربكم. يعني غرض يقول أنا ولا أنتم، اللي ألزم نفسه بأن يفعل ما يفعله الملائكة بأنه يكون إيه أوامر ربنا ماشي عليه مع أنه مختار. قال لك يبقى إذن ده مجلسه مع الملائكة كان مجلس تكريم لأنه استوى مع الأطهار مع أنه صالح بأنه ما يكونش كده. قال لك طيب إذا نعتبر بذلك مساوي، نعتبر أعلى لأنه معه اختيار ومع ذلك ألغاه، نعتبر يا شيخ أدنى منهم برضو بس جن ولو كن زي الملائكة، هتعتبروا أي واحد من دول؟ ما فيش غيره. هو ألزم نفسه بمنهج الله مع أنه مختار في أن يخالف، نقول بقى زي الملائكة. أدي واحد، واحد يقول لا ده مش زي الملائكة يبقى أحسن. ليه؟ قال لك لأن دول مش مختارين وده مختار، يبقى الأدي الأعلى. طب ما هو جن برضه يبقى الأدنى، إن عملته أكثر ولا مساوي ولا أدنى نشوف الحكم يبقى إيه. إذا كان هناك أعلى في الطاعة ثم صدر أمر للأدنى منه، يبقى الأعلى يلتزم ولا ما يلتزمش يا أبو الحسن؟ إنما التزام إيه؟ بالنص ولا كده بالالتزام؟ طب
كان زيهم يبقى برضو ايه؟ طب ان كان لسه على جنيته التي هي دون ايه؟ دون الملائكة. نقول له يا شيخ ولله المثل الاعلى، احنا هنضرب مثل، هات ان مثلا الوزير جه وقال لهم ده رئيس الوزراء هيجي يزور الديوان بتاعكم دولي، ها؟ فاذا دخل يا مدراء عمومين لازم تكفوا له كده وتحجوه مش عارف ايه، ما هو جايب الله. وناس تانيين كانوا موجودين مش مدراء عموميين، ثم دخل رئيس الوزراء مفاجئ فقاموا يحيوه. يبقى اللي ادنى يقف من باب اولى ولا ما يقفش؟ يبقى يقف من باب اولى. يبقى اذا سواء كان ده ولا ده كان لازم ايه؟ ان بالعلو وان بالمساواه وان بالدنو كان لازم يعمل ايه؟ لكن هو ما رضيش. طب ما رضيش، مش هو جني ومختار؟ أم قال لك يا ريته ما عملش بس، ده علل عدم العمل. فلما ربنا حب يعرض المسألة دي إلا إبليس، مرة يقول أبى في آية، ومرة يقول استكبر في آية، ومرة يقول أبى واستكبر، ومرة ما يقولش لا أبى ولا استكبر، يقول ما كان، ما يصحش أن أنا أسجد له. إذن ففيه إباء، وفيه إباء منفرد واستكبار، وفي جمع بين الإيه؟ الباء والإيه؟ الاستكبار. إيه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك ما تفسرش الإباء أن هو استكبار، لازم الإباء له معنى والاستكبار له معنى، لأن واحد قد يأبى أن يصنع الشيء إنما بدون تعالم. خلاص. وواحد يستكبر، يبقى اللي استكبر ده معناه تأبي بالكيفية. الإباء امتناع عن الفعل، الاستكبار ايه؟ كيفية الإباء، كيفية الإباء. فمرة يجيبها أبا، ومرة يجيبها استكبرة، ومرة يجيبها أبا وإيه؟ أبا واستكبر. ليت لو أبى أو استكبر أليس مختار؟ طب مختار، ما دام مختار، المختار ده مش يصح يساوي يعصي؟ طيب هو عصي، مش كان بقى اللي يبقى ذنب بقى يؤجل بقى يبقى؟ أم قال لك لا، ده العقوبة مش على كده، ده العقوبة على تعليل الإباء والاستكبار. قال له لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، وهيقول في الثانية انني مخلوق من النار وانت مخلوق من الايه، وادم مخلوق من الايه؟ من الطين، وانا خير منه. الله، اذا الامتناع امتناع معلل، امتناع معلل، كانه فاهم ان عنصر المخلوقية اللي وعين خلق من ايه هو ده اللي بيدي للواحد قيمة. نقول له لا يا سيدي، ده القيمة جاية مش من ناحية نفاسة العنصر، لا، ده من إرادة المعنصر، يجيب لك من الأدنى ويخليه أعلى. ما احنا بنقول في عرفنا يا سلام، ده فلان ده يعمل في الفسيخ شرطات. الله، يبقى إذن المسألة مش جنس، مش إيه؟ مش كنز، لا، ده المسألة إرادة الله أن يكون هكذا. يبقى كل طين، ثم من قال لك إن الطين إن راح سمينه؟ مين قال؟ لا يقال في شيء أحسن من شيء إلا إذا استوت المصلحة فيهما. وده له جهة وده له إيه؟ وله جهة. ما تقولش أبدا، ما تقولش دي أبدا. تيجي تقول لك مثلا المية الباردة ولا المية السخنة؟ نقول لا، دي لها مهمة ودي لها إيه؟ ودي لها مهمة. لا يقال في شيء أحسن إلا إذا اتحدت الإيه؟ الطين له مهمة له مهمة، فإذا كل واحد في مهمته. ولذلك احنا قلنا في توزيع فضائل الخلق على الخلق ما تقولش ده احسن من ده، لان ما دام دي حاجه محتاجين لها خلاص يبقى هي قد بعضها تمام. اللي عمال بيعمل الطلة بالذهب، واللي عمال في المعجنه يعمل الطين، الاثنين ما عايزين، ما نقولش دي احسن ولا ما دام احسنش، ما دام الامر محتاج لمين؟ محتاج لده وليه، يبقى ما فيش احسن. يبقى كلمه انا خير منه خلقتني مش عارف نار وخلقته من طين، يبقى برضه كلمه. ثم الخيرية التي ذهبت إليها ما دامت هبة من المعنصر، والمعنصر قال لك اسكت ليه؟
يبقى لابد ان ايه هو يبقى في ناس خير منه. طب وليه بقى؟ طب الملائكه قلنا لان دول هيبقوا في خدمته، هيبقوا في مين؟ كأن الله يريد يا شياطين يا جن كونوا متعاونين على طاعتي وعلى بري. وكلكم ويا ايه؟ ويا بعض. يبقى مرة أبى، مرة استكبر، مرة أبى وإيه؟ استكبر. تيجي لقطة تانية، مرة يقول من طين. طيب. ومرة يقول من صلصال كفر إيه؟ ومرة يقول من حمأ إيه؟ ومرة يقول في العموم والله خلق كل دابة من ماء. يقوم برضو الناس اللي عمالين يدعبسوا في القرآن يقول لك يا اخويا مرة من مية ومرة من طين ومرة من صلصال ومرة من حمأ مسنون ومرة من تقول له الله الامر الذي تتعدد مراحله يبقى متناقض ولا متكامل؟ متكامل. طب ما هو اصل الاصل مية إيه؟ وبعدين اتحطت على تراب بقى طين، ولما بقى طين سبناه شوية زي المعجنة ما نسيبها كده يقولوا ما تخمر تقوم ايه يبقى يسود كده يبقى زي الحمى، ومسنون ريحته ايه ريحته تتغير، وبعدين ينشف يبقى صلصال، وبعدين حرقناه يبقى فخار. تبقى اذا كلها ايه مراحل لشيء واحد. فان قلت من ماء صح، قلت من تراب خلقكم من تراب اقول له من طين صح، من صلصال صح. يبقى اذا دي اسمها ايه؟ اسمها مراحل. المراحل دي طب وليه ايه لزوم الحكايه الطويله العريضه دي؟ الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا قضيه في خلق الاشياء. قال لك الذي يخبرك عن كيفيه الخلق الخالق لا المخلوق. اللي خلق هو اللي يقول لك ازاي، انما المخلوق هتقول له انت انخلقت ازاي؟ ازاي تيجي دي؟ ما في الصنعة نقدر احنا نسأل انه لا انت اتعملت ازاي، انما نسأل مين؟ صنع. اذا فلا مصدر لمعرفة خلق الانسان كما لا مصدر لمعرفة خلق السماوات والارض الا ممن خلقهم. هو اللي يقول انا خلقتني كذا وكذا وكذا. اذا التكهنات يقول لك واصل الشمس كانت عارف وبعدين ضاعت وانفصلت منها الارض ولعمل مش عارف ايه، واصل كان السديد واصل مش عارف كان الكلام ده كله. ولذلك الحق فطم هذه المسألة وقال المؤمن بي لا يستمع إلى هراء من هذه الهراءات. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يبقى حاجتين اتنين ما شفوهاش خلاص، ما دام ما شفوهاش يبقى العلم التجريبي بتاعهم اللي بيعملوه ده ما يشملهمش ولا يدخلش المعمل. ليه؟ لأنني اللي خلقت. وكل يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا دل بإعجازات القرآن على أن قوما سيأتون يقولوا السماء انخلقت كذا والشمس انخلقت كذا والقمر انخلق كذا والأرض مش عارف بردت وبردت وكرمشت وما كرمشتش والكلام اللي بيقولوه. كأن الله أخبرنا أنكم ستستمعون إلى لغو ملاحدة في كيفية خلق السماوات والأرض وأيضا في خلق أنفسكم. أصلك أصله قرد مش أصله قرد من الكلام المنزل. فقال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وإياكم إن آذنكم تستمع إلى المضلين. معنى مضل هو الذي يدلك على شيء على أنه الحق وهو الباطل. لو لم يقولوا ان السماء خلقت كذا والانسان اصله كذا كانت مضلين دي في القرآن يبقى لها مدلول؟ ما يبقى لهاش مدلول. اذا هم اعانوا على اعجازات القرآن، هم نفسهم ايه ساعة ما تسمع تقول يا سلام اه القرآن قال الايه قال الحكاية دي وقال وما كنت متخذ، ويسموهم مضلين. مضلين لانهم يلوون الناس عن الحق الى مين؟ الى الباطل. فبقول انا ما كانوش وياي حتى اقول انهم اخبروكم من ورائي. وما كنتم متخذ المضلين اي الذين يخبرونكم بالخلق عضوا. اذا الذي يخبر بخلق شيء هو الخالق له او من شهد من خلق. وما دام الكل كده مخلوق يبقى ما حد شاهد، يبقى ليس لنا الا علم من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. والله اراد ان يعلمنا. الحق سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه
يتركه في محسات الحياة وماديتها ما يثبت صدقه في غيبياتها. ياخد لك من الايه كده دليل على. احنا قلنا زمان ان الانسان وهو يقظان له قانون، ولما ينام له قانون تاني ولا لا؟ طيب يشوف واحد يقول لك ده لابس احمر لابس ابيض ده لابس مش عارف ايه والكلب بتاعه طلعت حلوه، وشوف ده ابيض وعم ده عينك مغمضه. اذا فمرحله النوم دلت على ان في وسيله ادراك من النفس الانسانيه غير العين، ووسيله ادراك مزاج غير اللسان. فاذا حدثت بشيء بعد ان تموت قل لي حكمه صح. اذا كنت انا لما بنام بتجيلي اشياء في اليقظه ما تتاتاش، وبعد ذلك اشوف وانا عيني مغمضه، يبقى اذا كل شيء له ايه؟ له قانون. فلما يجي بقى في الاشياء الغيبيات دي يقوم الحق سبحانه وتعالى يؤنس المؤمنين به بمحسوسات عشان يقرب اليه المعنى، عشان الشيطان لا يجد منفذا له في ايه؟ في انفرتيابهم وفي نشككم. فقال لك تعالى بقى، انا مره قلت من ماء، كل ذبه من ماء، ومره قلت لك من تراب، ومره قلت لك من طين. اخد بقى شوف لي المسائل دي مترتبه ازاي. طب ما هو ميه انخلط على تراب بقى ايه؟ طين. ان وقفت عند مرحله الاولى تقول ميه، المرحله اللي بعدها تقول ايه؟ تراب. المرحله اللي بعدها تقول ايه؟ طين. المرحله اللي بعدها تقول الطين اتغير وبقى شكله اسود كده، والمرحله اللي بعدها تقول ده بقى ريحته وحشه، وبعدين بقى نشفته بقى صلصال كده زي اللي بنعمل القلل والبتاع دي، وبعدين بقى فخار، وبعدين نفخت فيه الروح. مش هو قال كده؟ قال فاذا سويته ايه؟ يبقى قال من صلصال ايه؟ اني خالق بشرا من طين، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى اذا هناخد المراحل كم مرحله؟ ربنا بيقول لنا على امر غيبي، نقول له كذا وكذا وكذا. طب رتب المراحل، انهل اس ونقول لك ميه تراب طين حمأ مسنون صلصال فخ كالفخار، وبعدين نفخه الروح. ده عمليه البناء، بناء الانسان. قال لك انتوا عندكم قضيه، هذه القضيه انك اذا اردت ان تنقض شيئا نقضته على عكس بنائه. افرض ان احنا هنبني عماره، بنعمل ايه الاول؟ الاساس، وبعدين الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث والدور فاللي بيجي الاخر وعايزين نهد بقى. الله. اذا نقض كل شيء ياتي على عكس بنائه. طيب الحياه اللي ربنا قال عليها كانت من تراب وميه والى اخره، ونفخت فيها الروح، كان الروح اخر شيء. طب نشوف الموت، ما هو الموت نقض الحياه. الموت جه على اي ترتيب؟ اللي جه الاخر نفخت فيه من روحه يطلع. بعد ما تطلع الروح الجسم الرخص ده اللي عمال الحيويه يروح مشطب، يقول لك ده شطب بقى صلصالي. هذه المرحله الثانيه. وبعدين يرم بقى يطلع كده، وبعدين يعفن ريحته تطلع، وبعدين شويه الميه يطلعوا وشويه التراب يطلع. يبقى جاء الموت على عكس الايه؟ يبقى اذا الحياه لم نشهدها ولكن الله اخبرنا بها، ولكن الموت نشهده. فاذا صدق الله فيما نشهد في النقيض 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 النقيض، نبقى نقول له وانت صادق فيما لم نشهده من غيبيات الحياه. شيء اخر، ان الله يترك لطموحات العقول البشريه ما يؤكد صدقه في الاشياء التي غابت عنه. عشان لما ربنا
يديك قضية حسية كده وبعدين يديك قضية غيبية يقول لك ايه، طب وانت هتكذب دي ليه او تشوف كفاية، طب ما هي دي زي دي. احنا خلقنا من الايه؟ من الارض، مية وتراب وبقطين الى اخره، واستبقاء حياتنا واستمداد وقاء الانسان وذاته من الارض. كل حاجة سواء كانت ضروريات حياة او طرف حياة من مين؟ من الارض. الارض انواع، ارض تعطي لنا القوت، وارض تعطي لنا الوسيلة الى اعطاء القوت، وارض تعطي لنا طرف الحياة. اللي احنا بنكتشفها دلوقتي في الجبال من المعادن النادرة واللي مش عارف وايه وايه وايه، ادت ضرورة في الحياة ولا ادت ايه؟ ادت طرف في الحياة وادت كماليات في الحياة. طب افرض انني عايز احرط الارض، احرطها بايه؟ بمحرات. انا عايز حديد، يبقى اذا في الجبال يطلع لنا شوية حديد كده ويخلينا نعمل منهم ونعمل منهم. طب القوت المباشر بقى اللي بيه استبقاء الحياة، كل دي وسائل. القوت اللي بيه الحياة بيجي منين؟ بيجي من الارض الخصبة اللي احنا بنسميها مخصبة. ارض الخصبة اللي احنا بنسميها بناخد منها الزرع دي هي اللي بتديني القوت المباشر. لان احنا قلنا فيه رزق مباشر وفيه رزق غير مباشر. المال مثلا هو رزق بس مش مباشر، انا مش هاكل فلوس انما انا هاكل رغيف عيش. ان قعدت في صحراء ومعاه جبل ذهب ولا له قيمة، رغيف العيش هيبقى اغلى منه. الله، يبقى فيه رزق مباشر. رزق المباشر ده بيتاخد مين؟ أم قال لك استبقاء الحياة، أم قال لك لازم يكون من جنس المادة اللي انت اتخلقت منها. فخصوبة الأرض اللي احنا بناخد منها الزرع دي هي نفسها اللي احنا مخلوقين منها. ولذلك العلماء لما جم يحللوا تكوينات الإنسان قاموا حللوا التكوينات اللي مكونة للإنسان وجدوها 16 عنصر. عناصر الكون كتيرة وصلت في جدول مندليف 113، انما المهم العناصر اللي بتنفعني في الايه؟ في تكوين حياتي، انما هي 16 بس. اولها الاكسجين ده اعلى نسبه، وبعدين الكربون، وبعدين الهيدروجين، وبعدين النيتروجين، وبعدين الفلور، وبعدين الكلور، وبعدين الكبريت، وبعدين الكالسيوم، وبعدين المغنيسيوم، وبعدين البوتاسيوم، وبعدين الصوديوم، وبعدين الفوسفور، وبعدين الحديد. الله، وبعدين المنجنيز، وبعدين السيليكون. كل 16 عنصر دول هم اللي بس بتختلف في النسب. اعلى نسبه الاكسجين، واقل نسبه المنجنيز، والباقي بقى ده 20%، ده 15%، ده 14%، ده 1%، ده 0.5%، ده مش عارف ايه. تكون دي ساعة ما تتكون الاجزاء دي تطلع من قوام الانسان. بس اختلاف مشخصاتنا ده بقى زايد عنده الكربون شوية، ده زايد عنده الكالسيوم شوية، ده زايد عنده الفوسفور. واحد صحته مش مستقيمة قوي يقول له روح حلل، يقول له ده اللي ناقص عندك مش عارف ايه، يدوله اللي ناقص. الله، اذا فالقوام الحياة المستقيمة 16 عنصر. ده لما حللوها الانسان، لما حللوا التربة المخصبة المنتجة للزروع وجدوها هي بعينها 16 عنصر. فكأن ربنا لما قال انا خلقتك من الطين ده صدقت يا ربي، لانك اقمت من دنيا الحس ما يدل على الصدق في عالم الايه؟ في عالم الغيب. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. السموم قلنا اللعب اللي ملوش ايه دخان، وبيسموه سموم لأنه يتلصص في الدخول إلى ايه؟ إلى مسام الإنسان. هنا بقى صحيح العنصر له تأثير في مقومات حياة كل واحد. اللي مخلوق من طين هتبقى عملية الطينية فيه، واللي مخلوق من نار برضه عملية النارية فيه. الطين إذا قلنا زمان إذا كان الإنسان
قاعد في حجرة والحجرة التانية فيها تفاح ولحم ومش عارف ايه، وقاعد كده وكده، أيتعدى شيء مما في الحجرات الأخرى إليك؟ طب افرض ان في جذوة نار ورا الجدار في الأوضة التانية، تقمد كده على متان المسام اللي بين الجدار كده وتلتفت تلاقيك انت عملت كده، يعني اكنك شعرت بايه؟ الله. اذا فكل جنس من الاجناس ياخذ خصائص تكوين، لذلك كان قانون الجن اخف واشف من قانون الانس. يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويقول لك ايه ان الغدار ينفد من الجدار، ما هو النار طلعت من الجدار. اذا فلما يكون عنده كفة قوانينه وقدرة قوانينه على الشيء، دي نشأة من ايه؟ من العنصر اللي هو مكونه. انما الممنوع ان تقول انه خير من هذا، يبقى ده له ايه وده له ايه؟ له مهمة. الشيء ما دام تتعدد مهماته ما يقارنش ايه؟ ما يقارنش بيه. ابليس نظر الى هذه، لان هو بقى قدرة من نار السموم، يعني نار السموم ايه؟ لان ذاته خصائص ايه؟ ان هو يبقى موجود ويشوف الناس ولا الناس ما تشوفهوش. ولذلك في قصة سيدنا سليمان وامرأة وسبأ، لما قال ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين، قوله قبل ان يأتوني مسلمين دل على انه عالم انهم في الطريق اليه، وما دام هم في الطريق اللي بلقيس والقوم بتوعها في الطريق، وهو يريد ان العرش بتاعه يجي من سبأ قبل هم ما يوصلوا. طب ده انت بتقول اللي موجود الان واللي موجود الان عايز يروح الاول ويحل العرش خلاص ويحمله وبعدين يجي، وقبل ما يجي دوكم، تبقى دي قوة عادية بقى، ده دوكم في الطريق جايين لنا، يبقى مسافة المروح ملغية، مسافة حل العرش ملغية، مسافة تركيب العرش ملغية، كل دي، ويجي قبلهم كمان. فلم يتكلم الانس العادي، لانها مش في ايه؟ مش في مقدور. ولم يتكلم الجن العادي، وانما تكلم عفريت من الجن. احنا قلنا زمان كلمة عفريت من الجن كأن الجن برضو فيها لبخة زينا، فيها جن عفريت، ولذلك اللي احنا نقول ده عفريت، يعني ايه؟ ما اصح في الجن. ألا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يبقى له زمن ولا لا؟ اللي عنده علم من الكتاب اللي أعلى بقى من الكل المسيطر على الولاء، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، فلما رأيه مستقرا إيه؟ مستقرا عنده. إذا كل جنس له قانونه. إبليس من غبائه نظر إلى الخيرية في معطيات العنصر وقال أنا خير، نقول له لا، أنت لم تنظر إلى مهمتك وإلى مهمتي. لو نظرت إلى مهمتك وإلى مهمتي يبقى ما فيش حاجة أحسن من إيه؟ أحسن من حاجة، كلها تمشي إيه؟ ويا بعضك. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كلمة وقع معناها ان ايه؟ اكيد ما فيش اختيار، تام دليل على الانصياع للامر بمنتهى الايه؟ بمنتهى السرعة. والى لقاء اخر ان شاء الله.